من جديد مرحبا بكم. يواصل المصريون بالإمارات التوافد على مقر اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. وفي هذا الإطار قام سفير مصر بالإمارات ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية في أبوظبي ودبي من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.